انا اسمي قمر رجب وده ابني سامي. انا مش عارفه اطلع بطاقه ولا عارفه اطلع له شهاده ميلاد. انا عندي 25 سنه وهو عنده 3 اشهر. انا مش عارفه اطلع بطاقه ولا عارفه اطلع له شهاده ميلاد. هو جوازنا كان فيه شويه مشاكل عشان هي دي اللي مأخره ان انا اطلع بطاقه ومأخره ان انا اطلع له شهاده. جدتي كان يتيمه اب وام، وابويا توفى وانا عندي 9 سنين، وبعدها امي حصلته بعدها ب3 سنين عشان كانت تعبانه شويه. وبعديها رحت قعدت مع خالتي، قعدت لحد لما طمت 16 سنه. انت ما تجيش قرايب تاني خالص غير خالتك؟ لا، اللي انا اعرفه ان انا ليا خاله بس، ما اعرفش بقى ليا حد تاني ولا لا، عشان ما كانش ليا اختلاط ولا امي كانت بتوديني لحد من قرايبي اعرفه تاني. وكانت دايما بتتعصب عليا عشان خاطر كنت بطلب منها حاجات ما كانتش بتقدر تجيبها لي، فاتعصبت عليا. رحت قلت لها خلاص ماشي، وشدت معايا. راحت هي بقى غيرت رقم تليفونها وغيرت عزالها، ومش عارفه اوصلها لحد دلوقتي عشان خاطر انا كنت محتاجاها اللي تيجي وتعمل البطاقه، مش عارفه اوصلها خالص. بعد ما سبت البيت رحت قعدت يعني مع واحده كانت خالتي كانت تعرفها، قعدت عندها فتره تمام، وهي اللي قدرت توصلني لجوزي دوت محمد، وكتب هي اللي خطبتك ليه؟ هي اللي خطبتني ليه وخلتني ان انا اتجوزه بالطريقه ديت، لحد ما عشان مش عارفه اطلع بطاقه ولا عارفه اتجوز زي عادي زي الناس التانيين. حتى رحت برضو الواحد اعرفه الشيخ برضو مأذون، قال لي عشان خاطر اعمل لك اكتب لك رسمي لازم بطاقه. لما رحت طلعت بطاقه قالوا لي ما ينفعش، لازم حد من اهلك يضمنك، وانا ماليش حد. وحاولت ان انا اوصل لخالتي في الوقت دوت عشان اطلع بطاقه ليا عشان اعرف اطلع شهاده ميلاد للواد، ما لقيتها غيرت رقم تليفونه وغيرت عزالها وضغط عشان خاطر اعرف اوصل لها، ما عرفتش. مش عارف المشكله كلها ان انا مش من هنا، انا من الصعيد وما اعرفش حد في الصعيد، يعني ما اعرفش هم هل الاقيهم ولا مش هلاقيهم. انا اسمي محمد شعبان جوز قمر، وعايز اطلع شهاده ميلاد ابني. ففي مشكله معانا بسبب ان هي مش معاها البطاقه، وحاولنا ان احنا نطلع البطاقه ما عرفناش. فروحنا طبعا رحت دورت على اهلها في البلد، ما لقيتش اي حد من اهلها ولا اعرف اي حد هناك. فنفسي اطلع شهادة ميلاد ابني عشان خاطر بس ادخله المدرسة، ومش عايز اي حاجة تاني. احنا المشاكل اللي انا جاية كانت مع واحدة، يعني واحدة زي خالتها، يعني مش زي خالتها، يعني صاحبة خالتها. فانا اتعرفت عليها وحصل نصيب، وانا وهي اتخطبنا، وبعد كده اتجوزنا. فاتجوزنا يعني بورقة شرعي، فعشان ما هي معهاش بطاقة ما عرفناش نتجوز، يعني نتجوز اللي هو الرسمي بتاع اللي انا اسجلها في اسمها دي اللي هي المحكمة وكده. بس هم قالوا لي لازم حد يضمنها من اهلها، وانا ما اعرفش اي حد من اهلها ولا هي تعرف اي حد من اهلها. بتعمل كتير، وهي اللي شايلة امي على طول وليلة هي، وكنت انا يعني زماني دلوقتي لحد الان مش لاقي بنت الحلال. انا وهي حبينا بعض، وهي يعني هي طيبه، فانا عشان هي طيبه انا خدتها. وغير كده وكده لما عرفت برضو ان امها وابوها ميتين برضو يعني شدني ليها اكتر. هو المختصر كله رحنا عند المأذون تمام عشان خاطر يكتب لنا يعني يحاول يصلح الاسامي الشرعي دي ويحاول يكتبها رسمي بشهاده الميلاد. قال لازم، ما ينفعش، ما رضيش. قال ما ينفعش انا اروح اخد شهاده الميلاد المحكمه سجل بيها. قال لازم بطاقتك، وقال لو بطاقتك موجودة هقدر ان انا اكتب لكم رسمي عشان خاطر الواد يتسجل. قلت له طب حاول اعمل محاولة. قال لي مش هينفع، عشان هو بيقول الحكومة بتبقى محتاجة البطاقة في الموضوع ده، المصالح الحكومية عايزة البطاقة مش عايزة شهادة الميلاد. لا، هي التطعيمات في الصحة قالوا لي تعالي بدل بالاختيار بتاع الولادة بتاعي. انا لما رحت ولادة في المستشفى ادوني اختيار ولادة، الاختيار الولادة ده ينفع ان انا اروح اطعم بيه. يعني التطعيمات مش واقفة على الشهادة القسيمة، ولا واقفة على شهادة الميلاد. هي اللي واقفة على شهادة الميلاد اللي هو عشان يخش المدرسة، عشان لو رحت قدمت له في حضانة لازم شهادة الميلاد، رحت قدمت له في مدرسة عايز شهادة الميلاد. فبرضه يعني يعتبر مستقبله هيضيع لو ما عملت مع حدش يعني عايزة حد يساعدني ويعمل لي بطاقة. عايزة مساعدة بس من عندهم عشان يعملوا لي بطاقة بس.